السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من وسط القاهرة، فندق هيلتون رمسيس، النسخة الثالثة لمؤتمر تجارب ونماذج ناجحة، واللي بتنظمها شبكة إعلام المرأة العربية بقيادة الكاتب الصحفي الكبير دكتور معتز صلاح الدين. كان لينا شرف اللقاء في النهاردة. المؤتمر بيضم نخبة من الإعلاميين المصريين والعرب والشخصيات البارزة. لينا شرف النهاردة لقاء مع الفنان الكبير قيصر السينما العربية، الأستاذ الفنان الكبير محي إسماعيل. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. الحقيقة مؤتمر جميل، ويمكن أول مرة أحضر مؤتمر فيه إيجابية حلوة أوي، وطرح أفكار جميلة زي التشجير وزي قضية المرأة ومناقشتها، وزي بتاعت تونس بس ناسي اسمها، قضية حلوة، قضية رهيبة. وأخطر قضية في المؤتمر ده كان يجب إن تاخد وقتها كويس أوي في المناقشة، النت. ازاي تأثير النت في حياة الأسرة المصرية أو الأسرة العربية بشكل عام؟ النت ده اللي هو جه نتيجة الجلوباليزيشن زي ما بيقول العلماء، الحميمية راحت، وبسميه أنا المربية الإلكترونية. ليه؟ المربية الإلكترونية أو النت ده بيبقى فيد العيال الصغيرين من وراء أهاليهم، فإذا المربية والواد معاه هي اللي بتربيه، أما الأب والأم أصبح محفظة. صحيح، واخد بالك؟ عشان تعيد بقى العلاقات دي لازم يبقى في قنوات فضائية كتيرة، ولازم نرجع للدين والقناعة والرضا، والكلام ده بيتقال كتير لكنه لا يطبق. هي دي المأساة، ولذلك أصبح الرجل عينه زايغة، الست عينها زايغة، الأونلاين شغال، السي في معرفش إيه، طول النهار السوشيال ميديا. يعني زي ما احنا عارفين ابداع حضرتك على المستوى الفني، عارفين برضو يمكن مش كل الناس تعرف ان حضرتك عندك مرجعيه كبيره في البحث الفلسفي والدراسات الفلسفيه، فمن المرجعيه دي شايف حضرتك ايه الحلول او ايه الروشته النهارده اللي ممكن نقدمها للاسره المصريه والعربيه علشان تقدر تتغلب على مشكله زي دي؟ اولا الفن مهم جدا. الفن. في الستينات كان في 80 مسرحيه متسجلين على اعلى مستوى، لازم المسرحيات دي كلها تعرض في التلفزيون المصري، لان كان كلها قيم واخلاق، بدل ما تقطع طول محاضرات، لان المحاضرات ما بتجيبش نتيجه. اصبح الجيل الجديد ده ما بيحبش حد ينصحه خالص، لكن لما تلاقي حاجه فنيه وفيها قيم واخلاقيات وكده، هو الحاجه هتتسلل اليه هيبقى سعيد جدا. فلا بد من القوى الناعمه تقوى، والفكر يقوى، والقرآن مهم جدا. الديانات لازم ترجع، هي دي اللي هتعمل التوازنات وهتعمل الرضا والقناعة. تمام. سمعنا حضرتك في المؤتمر بتصرح بفيلم جديد ان شاء الله من بطولة حضرتك عن الرئيس الراحل بليبيا القذافي، كلمنا عن الموضوع ده حضرتك. اولا الفيلم جايز بقاله 16 سنة وان شاء الله هنعمله، بس اول ما ليبيا تتظبط وانا كتبت الفيلم، وهو في وثيقة مسجلة، هو طلب مني ان انا اعمل قصة حياته. ان شاء الله هنحمل العرض ان شاء الله، فيلم يكسر الدنيا كلها. كلمة اخيرة من حضرتك لمؤتمر تجارب ونماذج ناجحة اللي بتنظمه شبكة اعلام المرأة العربية. اقول ان قوة الحب اقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو. اخر كلمات الفنان الجميل محي اسماعيل، كلمه الحب اعلى من القوه. بكده بنختتم كلمتنا مع الفنان الجميل محي اسماعيل.